أوصيكم يا معشر الإخوان، أوصيكم يا معشر الإخوان، عليكم بطاعة الديان، إياكم أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم. وإنما غنيمة الإنسان شبابه بالخسر والتواني، ما أحسن الطاعات للشبان، فاسعوا لتقوى الله يا إخواني، واعمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة، فمن تفت ساعة في عمره تكون عليه حسرة في قبره، ومن يقول إني صغير أصبر حتى خاب الله حين أكبر، فإن ذاك غره إبليس وقلبه مغفر مطموس. لا خير في من لم يتب صغيرا، لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا. وإن أردت سنة النبي فاجتنبن قرناء السوء، وإن أردت سنة النبي فاجتنبن قرناء السوء، إن القرين بالقرين يقتدي، فصحبة الجهال داء وعمى، فصحبة الجهال داء وعمى، تزيد في القلب السقيم سقما، وصحبة الأخيار للقلب دواء، تزيد في القلب شفاء ودواء. فتب إلى مولاك يا إنسان من قبل أن يفوتك الزمان، يا أيها الغافل عن مولاه، وانظر بأي عمل تلقاه، وما علمت الموت يأتي مسرعا، وليس للإنسان إلا ما سعى، وليس للإنسان من بعد الأجل إلا الذي قدمه من العمل. يا أفلس الناس طويل الأمل، مضيع العمر كثير الحيل،